عادت الحياة من جديد في ملعب الوصل، وعادت المعنوية إلى معدلها الطبيعي في مدرجات زعبيل بعد الفوز على الشباب بهدفين مقابل هدف. هذا الانتصار باختصار جلب العيد لباروت وثبت أركانه ليقود دفة الإمبراطور في الموسم المقبل، مع تحمله مسؤولية إسعاد الجمهور الأوروبي. هاي ظروف يعني ناس يبين بعد مين؟ ليش ما يثبتون لما أحسن؟ اللي يطالب بلمسة يد، ولكن حكم المباراة حمد الشيخ يطالب باستمرار الكرة. أهم شيء ترد الروح للفريق يعني بعد الخسارة من دبا. طبعاً لازم نقاتل عشان نتم في الدوري ونحافظ على تاريخ الوصل الموجود، ما غاب عن بطولة الدوري. كانت النتيجة عادلة، بس ها هي استحقوا فرصة وقولها وانتهت المباراة. واللي يستحق الفرصة خلاص، ها هي الكرة فرص، تستغل الفرص وتفوز. النتيجة إيجابية، واتمنى من الاخوان في الشوط الثالث يعطون حسن علي ابراهيم حقه. صراحه حسن علي ابراهيم لحد الحين ما شفنا حد يرمس عنه، لاعب قاعد يقدم مردود جيد في الملعب، لاعب ياكل الخضر في الملعب. اليوم الوصل نتيجه واداء اليوم؟ اكيد نتيجه واداء الصراحه. أداء اليوم مقنع. الشوط الثاني الصراحه الاداء كان جيد، الاداء مقنع الحمد لله. ناداني الوصل وقال لي تعال، جيته مع الاخضر لا محال، فريق ما يستهان به ونوع من العذال، وانا جيت للوصل بكل جبابره والجبال. شكرا يا الشيخ احمد يلي اثبت لكل الرجال هذا الوصل لا محال. شكرا يا سيدي. لعيبه يمكن حسوا بعد مباراه دبا الجيره، مباراه صعبه اصلا كانت اليوم، ما توقعنا ان نفوز احنا بصراحه يعني. غلطه ارتكبوها مدافعين الشباب وفزنا الحمد لله رب العالمين، ولكن بعد الوصل مش وصل. نتكلم عن الروح، الروح يعني انا شفت في قتال فني. والله طبعا اليوم المفروض يقاتلون يعني على اساس يعوضون الجمهور اللي فات يعني. هاي صغيرونا طبعا. اليوم عشان يفوز الوصل اصلاوي انت؟ تدعي الوصل؟ منو جاب الجول اليوم؟ وصل. الوصل كم كم؟ 2-1. الوصل يمر بفتره يعني صعبه، يبغى يجمع عدد نقاط من عدد اكبر من النقاط. الحمد لله اليوم تيسرت امورهم، فازوا خذوا 3 نقاط وان شاء الله الى الامام ان شاء الله. الحين نفكر في الموسم القادم ان شاء الله. لعبه حلو مو بوايد، مو بهاكي الوصل اللي تعودنا عليه. شو تعودت على الوصل؟ انه يهجم يسوي شيء، اني بس هجمتين جولين بس زين بعد فازوا. والوصل لازم يكونون الاول او الثاني طالعين للتاسع بس زينين. وانت بعد تتابع الوصل؟ ايه تابع زين. اليوم كان زين الوصل؟ ايه كان بدع ديلات في الوصل. الوقت الحالي احنا 3 نقاط مهمه في الوقت الحالي، على اساس ان المجلس الاداره الجديد يقدر يرتب اموره حق السنه الجايه. انتم كجمهور ما تطالبون باداء، تطالبون 3 نقاط؟ لا الجمهور اكيد ما في جمهور ما يطالب باداء، بس في الوقت الراهن الوقت الحالي 3 نقاط هذه وايد مفيده فادتنا. واكيد احنا في جلسه بتكون مع مجلس الاداره، جلسه اكيد مع الاعضاء الجدد، ونتمنى لهم كل خير وان شاء الله يعني يرتبون الامور مع الموسم الجاي.
اتصور يعني اقل عن المستوى اللي قدمه الشباب اليوم امام الوصل. كنا يعني نعول على الشباب ان يقدم مباراه افضل بحكم انه اريحيه شويه في وضعه في الجدول. حتى نحن كجماهير توقعنا ان الوصل الشباب بيقدم مباراه طيبه، لكن شو اسوي؟ الوصل قدم لك مباراه ولا احلى الصراحه. اخطاء دفاعيه واضحه في الشوط الثاني. اكيد الفريق ما ادري مستهتر بالمباراه، جايين انه حاسين انه بيفوزون. احنا اليوم فول تيم. فول تيم اكيد حيدر وكلهم موجودين، بس الفريق مثل ما تقول استهان بالوصل. ضيعنا وايد في الشوط الاول. مستهان. وعندك المدرب هنا عندنا ثغره من سامي ما بدله. الفريق ضيع المباراه. يعني يوم ما تستغل الفرص بدايه المباراه اكيد بتخسر. اكيد بتخسر يعني شيء طبيعي، يعني يوم ما تستغل اربع فرص خمس كور اكيد. يعني شو تبغى نحن كجمهور ندخل ونسجل يعني؟ ما تحركتوا عن المركز اللي انتم فيه. ما ادري جماعه شكلي يفضلون بس في الكاس يعني الهدف الكاس بس. ما في رضا ابدا، مو بس هالمباراه من مليون مباراه. طالبنا بحكام اجانب مليون مره يقولون المواطنين احسن. عندهم في الملعب خليه يثبتون انهم احسن، ليش ما يثبتون انهم احسن؟ احنا خسرنا كم نقطه وسبهم؟ خسرنا كم نقطه وسبهم؟ زين ما خل التحكيم الحين، بس الشوط الثاني كان الوصل افضل. كان افضل هيديك. اشتغل فرص وسجل. يستوي الحكم على اي لقطه بيوقف اللعبه؟ اي لعبه؟ وين اسئله اللعبه على اي لقطه بيوقف اللعبه؟